كثير مهتم بالربح من التيك توك بيتا. ابديت جديده سميتها تيك توك كرياتيفيتي بروجرام، كيخلص مزيان على الفيو واخيرا الربح من تيك توك للمغاربه. دخلت اكثر من 1800 سبا. السلام عليكم اخوان، كما شفتوا في مقدمه الفيديو غادي نشرح لكم تيك توك بيتا كيفاش غادي نربحوا من الفلوس. التحدي ان شاء الله غادي يكون غادي نشوفوا بعض الامور، مثلا بالنسبه لي انا كشخص مقيم في اسبانيا او بزاف تاع الناس باغيين يربحوا من تيك توك بيتا، هادو اللي كيقلبوا على الطريقه هما بنفسهم كاينين في المغرب في الجزائر في الدول العربيه او الدول غير المدعومه للربح من تيك توك بيتا. فالتحدي اللي غادي ندير اليوم اللي غادي ندير انا ان شاء الله هو انني غادي التحدي الاول هو انني غادي نشري في بي ان اللي يكون ان شاء الله يكون مزيان. غادي نقوم بانشاء جيميل جديد، كلشي غادي يدار جديد. غادي نشوفوا اللي بعض الناس كتدخلوا اليوتيوب كتكتبوا الربح من تيك توك بيتا كيطلعوا بزاف تاع الامور. غادي نتاكدوا، انا غادي نتاكد بنفسي غادي نشري هذاك الشيء مدعوم ان شاء الله. الثانية هي انه كاين بعض المواقع اللي كيبيعوا الخدمة انه كيقوموا بانشاء لك تيك توك بيتا تكون جاهز للربح. حنا غادي نجربهم بجوج ان شاء الله، نتوما ما غادي تخسروا حتى شي حاجة. الحاجة اللي غادي تخدم ان شاء الله هي اللي غادي تخدموا بها حتى نتوما، تبداو تدخلوا بها الصرف ان شاء الله. من اجل هاد المهمة اللي غادي ندير انا ان شاء الله، انا حاليا والله ما اقسم لكم بالله ما كاتب لا سيناريو لا كيفاش خاصني نهضر، لكن كما كتشوفوا انا كنسجل في البيت. طاحت عندي الفكره قلت نشاركها مع الناس باش يستافدوا ان شاء الله. بغيت انا هذا الفيديو ان شاء الله انه يوصل 100,000 مشاهده، 100,000 مشاهده ان شاء الله، وغادي يبدا التحدي ان شاء الله. وبغيت اي واحد شاف الفيديو يدير متابعه، ما خاص على حتى شي حاجه ان شاء الله. انا بغيت داكشي اللي كنعرف بغيت نوريه لكم ان شاء الله باش نتوما تستافدوا. انا ما كتهمنيش المنافسه صراحه، والمنافسه منافسه كتخلق واحد كتزيد تعرف بزاف تاع الحوايج، ملي كتكون منافسه كتزيد تعرف بزاف تاع الحوايج. لهذا الاخوان بغيتكم انكم ديروا متابعه، بارطاجوا الاخوان باش كلشي يستافد، كاع الناس اللي كتعرفوا يستافدوا. بغينا ان شاء الله نديروا هاد السلسله باش كلشي يستافد وكلشي يبدا يربح ان شاء الله ويدخل الصرف حتى هو، واخا قليل واخا كثير، المهم انه يجرب الربح من الانترنت. التحدي غادي يبدا ان شاء الله ملي غادي نكملوا 100,000 مشاهده و ومتابعين ان شاء الله يتزادوا. المهم التحدي هو 100,000 مشاهده، 100,000 مشاهده، ما عليكم غير بارطاج وتبارك الله عليكم.